الحفل بيدعو لجذب السياحة العربية لمصر، والبداية كانت مع وعد واللي قدمت عدد من أغانيها الخليجية الشهيرة وسط تفاعل الجمهور. وبناء على رغبة الحضور قدمت الأغنية الشهيرة شارلي بالمنديل. كل تفاؤل بتستقبل وعد عام 2019. والله أنا شايفتها بكل تفاؤل، وخصوصا أني أنا يعني أول سنة في حياتي الفنية أعمل حفل في رأس السنة. كل سنة كنت أخذ بنتي ومسافر وبتاع، بس هالسنة زي ما قلت لك بنتي مسافرة وحعمل حفلة. والحفل هو التاني الوعد بمصر من بعد حفلة رأس السنة، وده بعد انقطاع لفترة طويلة. الجميل في الموضوع أنه بدايتي الفنية في مصر، والآن الحفلة هذه كمان ذكرتني في أيام ظهوري في المجال الفني، وصراحة ما حسيت نفسي في مصر، حسيت نفسي في السعودية. هو من بعد الحفل مباشرة نشرت فيديو وكتبت عليه السعوديين في كل مكان منورين جانب من حفلة اليوم في مصر. وبتنتظر وعد في الأيام القادمة طرح أغنيتها الشعبية المصرية كاس العذاب. حصرية من عندكم حتكون موجودة في الأسواق وحتكون موجودة بمتناول الجمهور. أتمنى أنها تعجبهم، وأتمنى تكون تجربة كويسة لي بالشعب المصري. بعد وعد قدمت نتاشا عدد من أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور. وكشفت لينا نتاشا عن جديدها في 2019. خلصنا أغنية خليجية وفي أغنية سبانيش لاتينية، هي شيء بسيط سبانيش فيها جزائرية. والختام كان مع محمود الليسي، واللي كالعادة زاد من حماس الجمهور بأغنيته الشهيرة بونبوناية. والليسي وفرقته كانوا مصدر البهجة بالحفل، حيث قدم عدد من أشهر أغانيه الشعبية وسط هتافات الجمهور. وبينتظر الليسي خلال أجازة منتصف العام طرح ألبومه الجديد، فمع من سيتعاون فيه؟ محمد عبد المنعم، وطبعا في محمد غنيم، وفي أحمد علي موسى، وفي محمد البغ، في وليد رياض، يعني هيبقى حلو. وكشف كمان لينا عن جديده في السينما في العام الجديد. فيلم اسمه أهل العيب، وفي فيلم تاني احنا هنعمله احنا التلاتة، انا وبوسي وعبد السلام، هنبقى بطولة فيه احنا التلاتة بإذن الله ان شاء الله. والمفاجأة انه بيحضر العمل الجديد مع حكيم في الفترة القادمة. انا بحب حكيم عن مستوى الشخصي لانه راجل عالمي وان شاء الله بإذن الله انا ومحمد بنعمله غنوة ليه. هو سافر مصر والدنيا اللي بيحبوها.